السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله زينين. رجعت لكم بفيديو جديد. طبعا صار لي اكثر من 10 سنوات اني ما رايح على عرس، وكنت اشوف اعراس بس على اليوتيوب، بس من طلعت اعراس زويرة العطواني بطلت حتى ادخل اليوتيوب واشوف اعراس. اليوم راح اشارك وياكم جزء من عرس الشاعر رشاد الشمري. خلونا نشوف جزء من الفيديوهات اللي هي نشرتها على الانستغرام. لا تنسوا تشتركون بالقناه وتفعلوا زر الجرس، تحطون لايك حلو مثلكم. خلونا نبدا العرس. رايحين على عرس لو على عركة من ضربتك وجعانة. ادري هاي والله الان الموسيقى والدمك اللي يحطوه مال فيلم الرساله مو مال عرس. اجلد بس هاي السالفة تصير دائما بالعرس، مثلا واحد يجي فد مرة مندمج ودير قص هذا على غفلة تنقطع الموسيقى يحس نفسه كان خبل. نوعيات تنعزم العراس، اكو نوعيات تنعزم مثلا هذول العظامه، هذول اللي جايين بس ياكلون، واكو ناس جايه تنعزم بس على مود هيك ترقص وتفرح وتكيف وهذا، واكو ناس هيك يعني مخصوص انعزموا عنه بس هيك يباوعون الناس ويراقبوهم، واكو ناس تروح للعرس على مود هيك تقعد تزحف، تقعد تدور وتدور بنات والسوالف. خلينا نكمل الفيديو. اذا تريدون اسوي لكم نوعيات الناس اللي تروح العزم على العزم، نوعيات الناس اللي تروح على الأعراس اكتبوا لي بالوصف أصنفهم تصنيف واحد واحد أطلعهم. الله يديم الفرح إن شاء الله. بس شهودة بعد العرس تنزل نفسها تشوف نفسها ناقصة تفكير.
يصورني لك حبيبي. حسبة لا أرضى عليك. أويلي جمال لك. قفلي لحظة تخربطي. تخبلين طالعة. ألف مبروك. حلوة من جيك. لا أنت يعني كل اللوكات أنا ما لحقت أسأل حقت على هذا اللوك تجننين. حلوة من جيك. حبي باشر شو هنسوي؟ يا ويلي اسم الله يا حبيبي. مشاعر تصبغين. باشر نعلقها. باشر نعلقها. يعني دبين لحم. هوني من اللي لحم؟ يوم أنا سوي دبين لحم يعني. أقولك النحت لعب وين راح؟ ترقص هواي. جمالك حبيبي. حبيبي. هاي شنو هاي منورات البنوتات سمورة حبيبي. Thank you. يا شوف شوف شوف. يلا باكر. باكر نعلك. حبيبي. نعلقها. ادري بس هيك احس هذا الفستان هيك رادوا يعني هيك تلبسه واحده نازوقيه شو هذا يعني حد مره تقمز وهذا فرحة العرس يلا شايف خير ومستاهل هي الضلع والاخ الجميل شنو هاي جا هاي مال صمون 10,000 صمون شي ادوينك اشوفك تسوي ولا توقف دونت عمي والله عمي باكر لحم باكر خيي والله باكر لحم باكر ذبي لحم لا We'll be right back.
ولأنكم وصلت نهاية الفيديو لا تنسوا تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس، وإذا تريدون ننزل فيديوهات اقترحوا لي بجوا ننزل فيديوهات. أشوفكم في فيديو جديد وفي أمان الله، وألف مبروك شهودة وألف مبروك الفهد، تستاهلون إن شاء الله، الله يعم الأمن والفرح ويرزقكم بذرية صالحة يا رب، ونشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد وفي أمان الله.